مرحبا. أهلين. من وين أنت؟ من الشام. من الشام. شو كنتي تعملي بالباغوث؟ كنا باركين في سبيل الله. تمام. جوزك شو كان؟ مقاتل. مقاتل عادي؟ أحيانا غماسي، أحيانا مقاتل، أحيانا تفخيخ، يفخخ أعداء الله. إيه تمام. طيب هلا هو لساته جوا؟ إيه الحمد لله. وأنتي ليش طلعتي؟ أنا طلعت لأنه هذا أمر من أمير المؤمنين، تخرج كل النساء مشان بإذن الله عز وجل يجي أزواجنا ويحكموا شرع الله عز وجل فينا. مين أمير المؤمنين؟ أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي. هو اللي أمركم؟ حفظه الله. هو اللي أمركم تطلعوا؟ إيه. مشان الرجال تلتفت على جهاده إن شاء الله. نعم. يقيم شرع الله عز وجل في الأرض ويقيم الخلافة على المزبوط. الحمد لله ولله الحمد. الله عز وجل بعث لنا مشان يهدينا إلى الظلمات، من الظلمات إلى النور. أنت شفتي شي مرة؟ أنا ما شفته لكن سمعت له خطب كتير. وزوجك التقى فيه؟ زوجي لا ما التقى فيه، بس سمع له كمان خطبات كتير. تعرفي أنه هو شخص حقيقي؟ هو شخص حقيقي من حق يسماهم في وجوههم. طب وين تتوقع يكون هلا؟ الله أعلم، لكن هو مع الأخوة إن شاء الله. هو جوا مع الأخوة؟ إيه إن شاء الله. الله أعلم، بس هو مع الأخوة، بس أين ما أحد يعرف.